بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وارزقنا التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم مع رضاك عنا يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادرنا إخواننا والضيوف من الهند، غادرونا الآن، صلوا معنا العشاء وانطلقوا إلى الأتوبيس حتى يلحقوا طائرتهم، فنسأل الله عز وجل لهم الحفظ والسلامة، وأن يصلوا إلى بلادهم سالمين آمنين غانمين مجبورين مقبولين. اللهم آمين آمين. وقفنا بالأمس على أول الصفحة 22 من سورة البقرة، ومن الآية 142 التي أولها أول الجزء: سيقول السفهاء من الناس. كالعادة أقرأ ثم تقرؤون بعدي بصوت واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر. فين الميكروفون؟ أعطيه للأستاذة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد لا خلص قولوا إذا فيك تجيبها جيبها ولئن املأ صدرك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين بارك الله فيك. أعطي جارك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون بارك الله فيك. أعطي جارك. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بارك الله فيك. أعطينا المايك. لا لا تستعمل الشفتين في الصاد، لا تقول أص 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 الصا. الصاد حرف لساني أسناني، له علاقة باللسان وله علاقة بالأسنان، بالشفتين ما له علاقة. الذي له علاقة بالشفتين هو الواو والباء والميم. قال إمامنا الجزري: للشفتين الواو باء ميم، ما قال صاد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بارك الله فيك. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من هو الهدى والهدى افتح فمك والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بارك الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
النهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل لا تبدأ فيها، قول بما ينفع الناس وما عبي صدرك، عبي صدرك هواء. بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بارك الله فيك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لا من النار عادي، لا تقول من النار، لا تفعل هيك، هذا يفعل عند الوقف على المشدد وليس هذا بمشدد. وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم بارك الله فيك، يلا عطي جارك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله فيك، أعطي جارك. إنما حرم عليكم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما والعذاب بي والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بارك الله فيك، أعطينا المايك لله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بارك الله فيك، أنت حافظ القرآن؟ وفين مقيم؟ في الإمارة. يعني أنت إمام؟ إمام بديل. وقرأت على أحد الأساتذة ختمة كاملة ب حافظ متين؟ ها؟ شوي؟ لا ما بصير شوي، بدك تحفظ حفظ متين. ايه؟ الله أعطاك صوت ندي وأعطاك حروف صحيحة. ها؟ أنت أصلا من فين؟ من أثيوبيا. طيب بلد سيدنا بلال، فهمت؟ لازم تكمل حفظ القرآن وتقرأ على أحد الأساتذة حتى يكرمك الله
تدخل في سلك أهل القرآن إن شاء الله. ماشي، أعطي جارك. يلا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله فيك. أنت حافظ؟ مجاز؟ من مين؟ أكثر من شيخ. من طاهر الأسيوطي؟ ما شاء الله، بارك الله فيك. أي إمام أنت ها؟ وزادك الله. حافظ حفظ متين؟ اشكر الله عز وجل. وإذا فتح الله لك باب تعليم فعلم. ايه الله يرضى عليك. انا سعيد بسماع قراءتك. الله يرضى عليك. يلا. لا استغفر الله استغفر الله. تفضل حبيبي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله الله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله فيك. أنت حافظ مجاز؟ ليه؟ ننتظر الأوقات. طيب بالتوفيق. حافظ حفظ متين؟ حافظ متين. أي الحمد لله.
توفيق إن شاء الله. الله يرضى عليك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله الآيات كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله فيك. إيه بدك تحفظ حفظ متين حتى تتهيأ أسباب القراءة إن شاء الله. ها تفضل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. بارك الله فيك. أعطينا المايك للأستاذ. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن
الله مع المتقين. بارك الله فيك. أعطي الأخ. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا. شوف يا ابني، إخفاء النون عند الكاف والقاف بالذهاب إلى المخرج تماما، لأن مخرج القاف والكاف بعيد والنون من طرف اللسان الأمامي. منكو يعني ينغلق المخرج تماما. أن كان، ولا نقول مياكم ولا نقول كان، هذا عمل محدث عمره تقريبا 30 سنة، قبلها ما كان. عرفت؟ يلا عيد. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من الهدي، من الهدي، بين الياء. من الهدي، من الهدي، من الهدي. هذه من أصعب الكلمات في القرآن عند الوقف عليها، من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله فيك. أعطي جارك. الحج أشهر معلومات. أيوة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هكذا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بارك الله فيك. أعطي الأخ. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في ما في وقف. يا أخي املأ صدرك بالهواء وارفع المصحف. ارفعه. ايوه. فمن الناس
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك. اتبع علامات الوقف في المصحف، وقبل أن تبدأ أي مقطع املأ صدرك بالهواء كلكم، هذه قاعدة لنا جميعا. قبل أن نبدأ مقطع قرآني شو بنعمل؟ نملأ صدرنا بالهواء ثم نتكلم. ما يتكلم الواحد وفي صدره قليل من الهواء سيقف، إن فعل ذلك سيقف بعد كلمتين ثلاثة أربعة، وسوف يقف على كلمة الوقف عليها شو قبيح. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والله قل فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه. التأخر لمن اتقى، لمن جار مجرور متعلق بمبتدأ محذوف تقديره التأخر لمن اتقى. من تعجل في يومين لا إثم عليه، من تأخر فلا إثم عليه. التأخر لمن اتقى، يعني اللي بده الثواب زيادة يجلس في منى كم يوم؟ ثلاثة. اللي بيقعد يومين ما في إشكال، لكن اللي بده الثواب أكثر شو يعمل؟ يجلس ثلاثة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم قال الله لمن اتقى، يعني التأخر لمن اتقى. نعم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بارك الله فيك. أعطي الأخ اللي جنبك. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. طيب، وإلى الله ترجع الأمور. نقف إن شاء الله تعالى على هنا عند قوله تعالى سل بني إسرائيل. أيها الإخوة،
بدأنا من أيام قليلة ومر أسبوعان، سبحان الله كأنها لمح بالبصر. هذا مثال دائما يتكرر في حياتنا، يأتي رمضان، واحد رمضان، اثنين رمضان، انتهى رمضان أعلنوا العيد، يذهب العيد يأتي العيد اللي بعده، نصلي الجمعة ما يمر فترة بسيطة إلا ونصلي الجمعة، ألا تشعرون بذلك؟ يعني بعبارة أخرى الوقت سريع سريع، وهذا كله من أعمارنا من أعمارنا. فقيسوا على هذه الدورة كل ما مضى وكل ما سيأتي، كما أنها الدورة هذه كانت سريعة، بحيث يقال معقول نحن صار لنا أسبوعين نجتمع يوميا ونقرأ من القرآن؟ معقول؟ إيه معقول، هذا اللي صار. طب كيف سيكون العام القادم؟ نفس الموضوع، واللي بعده نفس الموضوع. فالعاقل شو بيعمل؟ ما يضيع الأوقات ولا يضيع الأعمار. أنا لا أقول، خاصة أخاطب الشباب، لا أقول كونوا جادين 24 ساعة، لا، لكن أيضا لا تكونوا في مرح ولعب 24 ساعة، لا هذا صواب ولا هذا صواب. النفس لها طلب متطلباتها، انتبهنا؟ لكن إذا انتهت متطلبات النفس، نوم ونمنا، أكل وأكلنا، ومرتاحين وصحيانين وما في شيء، شو بدنا نقعد نعمل؟ نمسك هذا الجوال ونقعد نشتغل؟ هيك نضيع العمر؟ هذا العمر ربي أعطانا يا لتحصيل الحسنات. فالله يرضى عليكم، تذكروا بأن العمر سريع وكل يوم يذهب لن يعود إلا إلى يوم القيامة، كما ورد في بعض الآثار: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ومنادي ذلك اليوم يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، اغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فأسأل الله أن يبارك في عمري وفي أعماركم، وفي وقتي وفي أوقاتكم، وفي حياتي وفي حياتكم، وفي صحتي وفي صحتكم، وفي كل ما أعطانا ربنا. البركة ما هي يا إخواننا؟ البركة أن يجعل الله من القليل الكثير، هذه البركة. واحد راتبه 3000 درهم بكفي وبيزيد، واحد راتبه 15000 ما بيجي نصف الشهر إلا بيقول لك يا أخي والله ما بعرف وين راح. مشاهد هذا ولا مو مشاهد؟ مشاهد. هذه البركة، عرفتوا شو البركة؟ فمن جملة البركة، البركة في العمر، البركة في العمر. احرصوا على اغتنام ما بقي. الكلام عما فات ما يفيد، يفيد خلص اللي راح راح، إلا أن نأخذ منه عبرة، لكن نغتنم فيما بقي. طب كم بقي؟ الله أعلم، الله أعلم. فإن شاء الله تعالى نحن، ربي تفضل علينا بإخواننا في المنتدى، جزاهم الله عنا خيرا، جمعونا في هذا المسجد المبارك، وهذا كله بهمة الشيخ سلطان بن محمد، الله يبارك فيه، الله يصبره على فقد ابنه، الله يصبره، الله يعوضه خير. والله مصيبة، هذه مصيبة، فقد الولد مصيبة. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجره وأن يثبته ويصبره ويجعل في صدره فرحا ومحبة لله تغطي على ذلك الحزن، لأن الإنسان إذا وجد الله كأنه ما فقد شيئا. لذلك يقول الصالحون: ليت شعري ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله. انتبهتوا؟ فالله يرضى عليكم، بدنا نغتنم أعمارنا ما بقي منها، خاصة الشباب. لا تغتروا، لا تقول لساني صغير، ما بكرة ما بتلاقي، لي 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 مرت السنوات، أوف أوف، معقول؟ والله يا أخوانا، أنا لما صار عمري 40 سنة اجتني صدمة، صدمة. أنا ما عم أتكلمكم لا من الكتب ولا من أنا اللي أخوكم اللي أمامكم، امشي بالشارع مثل مذهول، معقول انا صار عمري 40 سنة؟ يا ربي دخيلك، وين راحوا هدول 40؟
وين راحوا؟ سريع يعني، كنت أنا شايف الأربعين بعيدة بعيدة جدا. هذه الدهشة التي جاءتني على الأربعين صار لي 24 سنة. شو رأيكم؟ شايفين شو سريع العمر؟ إمتى بيجي الأجل؟ الله أعلم. نحن عم نمشي ونشتغل، أملنا بالله، ولا نعتمد لا على عملنا ولا على تعلمنا ولا على تعليمنا ولا على عبادتنا ولا على، نفعل كل الأشياء ونصوم ونصلي ونصدق ولا نكذب ونؤتمن ولا نخون و و و، لكن في النهاية اعتمادنا على إيه؟ على رحمة الله. اعتمادنا على رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ووضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مسلسل بسموه علماء الحديث المسلسل بوضع اليد على الرأس، يعني كل راوي لما يرويه شو بيعمل؟ يضع يده على رأسه هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا كيف؟ إذا ربي بده يحاسبنا بالنقير والقطمير، إن شاء الله يكون عندك جبال من الحسنات. لو هل تعادل كل هذه الحسنات نعمة البصر؟ فإذا بده يحاسبنا نهلك. انتبهتوا؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، إيه؟ عرفتوا كيف؟ فالله يرضى عليكم. بدنا نشتغل، وبعد منها بنرفع الأمر لمين؟ لله، وبنقول نحن قادمون على كريم سبحانه وتعالى، وظننا أن يغفر لنا، وظننا أن يعفو عنا، وظننا أنه يحبنا، ولو لم يكن يحبنا ما أتنا بنا إلى بيته. هلأ إذا في شخص أنتم ما بتحبوه بتدخلوه لعندكم على البيت؟ ما حدا بيدخله على البيت، صح؟ فالمولى الجليل حبب إلينا أن نأتي إلى بيته، معناها بيحبنا ولا ما بيحبنا؟ واضحة، واضحة أنه بيحبنا والله، ونحن منحبه. وهلأ مرت معنا والذين آمنوا أشد حبا لله، فنحن نحبه جل جلاله ولا نحب أحدا مثله أبدا. الله فوق كل شيء، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهت كيف؟ واعتمادنا على رحمته وعلى واسع فضله سبحانه وتعالى. فإذا لقينا الله نلقاه معتمدين على رحمته على عطائه. عرفتوا ليش اسمها نفس مطمئنة؟ مطمئنة عرفانة لوين رايحة. جاء رجل فقال: يا رسول الله، من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ أعرابي، هدول الأعراب لهم حكي جميل يا أخي إيام. من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الأعرابي: نجونا ورب الكعبة، نجونا ورب الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك يا أعرابي؟ قال: إن الكريم إذا قدر عفا، إن الكريم إذا قدر عفا. هو بيعرف من أخلاق الصحراء. عرفتوا كيف؟ إذا واحد له خصم أو عدو وظفر به، بعد ما يظفر به شو بيقول له؟ هذا على مستوى العبيد مع العبيد، فكيف برب العباد جل جلاله؟ عرفتوا كيف؟ شو قال الأعرابي؟ نجونا ورب، وربنا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فنحن ظننا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يباعد بيننا وبين النار، وأن يدخلنا الجنة بل والفردوس الأعلى منها، مو بأعمالنا لا، بل بواسع رحمته وبفضله ومنه وكرمه. وربي فتح لنا باب عظيم أيها الإخوة، بابين، الباب الأول اسمه النية، والباب الثاني اسمه المحبة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. إذا واحد منكم نوى أن يحفظ القرآن أو يتقن القرآن ثم جاء الأجل فقطعه عن هذا العمل،
يكتب الله له كأنه حفظ وكأنه أتقن. إذا نوى واحد من إخواننا الحفاظ المتقنين أن يعلم كتاب الله ثم جاء الأجل فقطعه عن أن يواصل، يكتب الله له هذا التعليم، يقول يا ربي أنا ما علمت، يقول علمت ذلك من نيتك إنما الأعمال. الأمر الثاني، الباب الثاني اللي ربي فتح لنا إياه، المحبة. المحبة، من أحب قوما حشر معه، المرء مع من أحب. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، يعني من النوافل، ولكني امرؤ أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول سيدنا أنس بن مالك فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، لأنهم كلهم يحبون أن يكونوا مع مين؟ مع سيدنا رسول الله بأبي وأمي في الفردوس الأعلى إن شاء الله، ونحن كذلك إن شاء الله. أملنا كبير مو شوي، كتير، معتمدين على إيه؟ مو على عملنا ولا عبادتنا ولا طاعتنا ولا ميزان حسناتك، معتمدين على واسع رحمته وواسع جوده. انتبهتوا كيف؟ اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد من بيوتك اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا سؤال، بل بمحض جودك وفضلك وكرمك وإحسانك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إلهنا مولانا رب العالمين، مع شدة الشوق إلى رؤياك يا رحمن. اللهم آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد. إن كان في الأجل فسحة نتلاقى إن شاء الله تعالى، وإلا فتدعون لي وأدعو لكم إن شاء الله.